رمضان يا رمضان، أهلا بك يا رمضان، يا خير أشهر الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم شيواتهم سليمان. اليوم عاود غنعملو واحد الحليوة الصابلي، انا دائما كنعجن وعاد كنوري لكم رقيب الفايت اللي عجنتو قدامكم، وصابلي كيعرفوا اي واحد، بحال بحال جوج بيضات، الربع ديال الزبده، جوج مغرفه د مايزينا، كاس الزيت، كاس السكر كلاص، د العنبه ساهله، والخميره ماشي بزاف، الخميره غير شي شويه، ونقيطه بينيه ولا الغبره اللي كانت عندكم ان شاء الله هي هذه. هذا عملت له هكذاك وقسمت النص، عملت له واحد المغرفه د كاكاو حتى جمعته مزيان وقسمته في النص، وهذا زيت عجنته بواحد المغرفه د كاكاو مر باش كيعطي الكولور هذا، وهذا عندي فيه الصابور د الليمون بالحمضه ان شاء الله يا ربي. عندي المطلق باش غنطلق السوينيه، راه هي قدامكم، الطحين الى احتجتو. عندي هاد المريشمات هادو، غادي نعمل وحده هاد الشكل وحده مربعيده. دابا عندي هنايا قشيره د الليمون محكوكه بالحمضه، وعندي النول الاصفر، ودابا نمشيو لطريقه التحضير ان شاء الله وتشوفوها. ها هي العجينه ديالي، كانت عندي في النيفيره كترتاح. دابا غنضيف لها هاد القشيره د الليمون حتى هما ديال الحمضه، غنعملهم لهنايا، وغنعمل واحد شويه د الكولور صفر باش نصفرها شويه. هادي فيها الصابور د الليمون، وعملت لها المذاق قبل د الليمون ملي كنت كنعجنها. دابا ان شاء الله حيت العجينه الصابلي نتوما كتعرفوا ما خصهاش يتسدلك، غندخلها فيها شويه بشويه حتى هادي، عاود نخليها ترتاح ونبدا في الحليوه اخرى حتى ندخل هاد الليمون والصبيغه باش يرجع لي صفر شي شويه. ديك الساعه نخليها ترتاح شديتو، وانا نشبر ديك الكحله ونبدا نعدلها، وديك الساعه عاود ان شاء الله يا ربي نوريها لكم. هذا شكيل اخر، عاود الصابلي، الصابلي نتوما كما كتعرفوا فيه بزاف الشكيلات، كاين بالعاد الزواقه تبارك الله موجودين، اعملوا اللي تشاهيته. هذه بالصابور د الليمون كتجي مزيونه، وكيعملوها بالقهوه كتجي غزاله، عاود بالكراميل كتجي غزاله، كاين بزاف عده حاجات، وحنا نعملو شويه بشويه. دابا انا خصني ندخلها، ما خصنيش ندلكها، كنعملها غير هيدا هكذا هكذا حتى كندخلها كامله، وملي ندخلها ان شاء الله يا ربي انا قلتكم نخليها ترتاح واحد شويه عاد نبدا نخدم فيها. وهاد القشيرات ديال الليمون كيعطيو واحد المذاق كيحمق، انا عامله فيها شويه المذاق د الحامض حقا، مثل دابا قدامكم القشيره د الليمون كنعملها حتى الاخر باش ندخلها فيها هيدا. هو انا ما خصنيش تجي صفرة بزاف، غير شويه هيدا هي باقي كتزيد تدخل فيها ان شاء الله يا ربي. من بعد غنعمل لها كلاصاج وغادي تشوفوه معايا حتى هو، وكتجي مزيونه وبنيونه وغزاله. للعيد سهله، دابا بقى والو للعيد، الحليوه د البيض والزيت الحمد لله، هذوك الحاجات هذو كاملين عندنا في الديور، ونطلبوا الله تعجبكم ان شاء الله. هيا نخليها واحد شويه دابا في البلاستيكه ديالها ونخليها ترتاح. هيا البلاستيكه كانت عندي فيها، هيا مزيته، غنعملها فيها ونرد النبيرة على البيض. من سالي هذه نمشي ليلا ان شاء الله، انا وريتكم هذه كيفاش هي، هذه الكاكاو انا غنبدا فيها ان شاء الله، وملي نبدا نعدل نوريهم لكم ان شاء الله. يا ها هي الحليوه ديالي كنطلقها، هانتوما كتشوفوا كيفاش كنطلقها، كنطلقها نورمال بهذا فوق من بهذا الرولو فوق من كاغيط، كنهزها هنايا وكنقطعها قطعه مربعه هيدا، ها هي امامكم هيدا مربعه. ودابا عمرت هاد الصينيه هادي، غادي ندخلها في الفران، عاود من بعد من نعدل الاخرين ان شاء الله عاود نوريكم كيف قطعتها. كيف ما عهدتكم انا نوريكم كل شيء، انا كنوري لكم كل شيء ان شاء الله. ها هي الصفيفره د الليمون، ها هي فينيا عندي عاود مقطعه كامله،
كنخدم عاد كنوري لكم الحاجات ها هما فين هما كنحيدهم. دابا عندي اخرى كطيب، عاود كنتسناها طيب باش نعمل هذه، عاود ملي يكون على السقم نوريهم لكم ان شاء الله خطوه بخطوه. نتمنى تكونوا على خاطركم ان شاء الله يا ربي. ودابا ان شاء الله غنعمل كلاصاج عداكم. ها هو انا خلطت كل شيء، عاد جيت عملت هنايا الصبيغه صفراء، وعملت ثلاثه الكوتشرات د الحامض، ثلاثه د الحليب، ثلاثه د المزهر، وخلطتهم مزيان مع بعضيتهم. هيدا انا فايت لي عملت معكم بزاف د هاد الكلاصاج. دابا ما عنديش الكميه كبيره، عندي غير الكميه صغيره ان شاء الله يا ربي، عليها ما عملت شي بزاف بالحق. الا ما قدنيش غادي نعمل، حيت غنعملها في هاد الصفر هادو اللي كتشوفوا، فاللي عملنا فيها المذاق ديال الليمون غنعملها في هذا. هذه عاد نعدلها من بعد نوريها لكم ان شاء الله. لصقتهم كاملين فحال بالكراميل، لصقتهم كاملين بالكراميل. ودابا غنعدل الكلاصاج ديالي شويه بشويه قدامكم. هيدو غنبقى نطلع فيه حيت ما عنديش الكميه كبيره بزاف، ما بغيتش نعمل بزاف. هيدا وانا كنطلع فيه حيت واخا يكون المقليل هذا اللي كيد قليل كيدي السكر بزاف كلاص، خص حتى يتقل حتى باش تقدر تغطي به الحلوه، وخصنا نحركوه مزيان وشويه بشويه باش ما يعملنا شي كويراس من تحت. حاول حنا ماشي مع، واخا يدي لي هذا السكر كامل المهم يجي مزيون، حيت انا السكر دائما كنقول لكم ما كنقدرش نعطي القياس على قبال ما نعرف كوتشره تكون كبيره كوتشره صغيره، ما نعرف كنقول من احسن انسان عينو ميزانو ويبقى طالع به هيدا شويه بشويه شويه بشويه حتى يخرج. ها ماشي كلاصاج الناس كلشي كيعرفوها، خصو غير يجي باش يغطي الحلوه ما يبقاش خفيف، ملي تغطس فيها الحلوه ما كتظهرش زعما مكامله معدله. كنعملو هكذا باش خصو يكون الحلوه ملي تغطسها هنايا تطلع عامره. هيدا كنمشي معاه شويه بشويه، هو ساهل تعدل. انا عملت هاد الكميه هادي و الا ما قدنيش يبقى خاصني غنزيد، حيت هاد الكميه هادي اللي عندي ماشي بزاف اللي غادي نعمل عليها بزاف، هادي كنظن واقيلا تقدني. صافي هيدا غنخليه، شوف هيدا ان شاء الله يا ربي. دابا غادي نبقى نفند هنايا ونزلها تقطر، عاود ملي يكون غنزينها نوريها لكم ان شاء الله يا ربي. الحلوه غير غنخشيوها هنايا هيدا ونطلعوها بالطين بواحد المتشك. دابا عيا كنبغيت نوريكم هيدا وصافي، واقيلا غنزيد شي شويه الحلوه كنشوفها كتظهر لي. هادي بحال التجربه، دابا غنزيد نتقلو شويه. انا جربتها بقات كتظهر، دابا غنزيد شويه. ها هو ونبقى نخلط عاود حتى ملي نغطس الحلوه تطلع معمره. علاش خصنا نحركو مزيان ما يطلعوش حبيبات. دابا 100% هانتوما كتشوفوا امامكم 100%. دابا نتوما شفتوني كيف غطست الحلوه، شتي الحلوه دابا ملي كنطلعوها كتطلع هذه عاد كنوري لكم وصافي. انا عاد نعدلها، شوف دابا كتطلع مغطيه احسن من اخرى. دابا نخليها هنايا وغادي نمشي نعمل لها كامله هيدا، وديك الساعه نوريها لكم ملي تنشاف. ها الحليوه ديالي دي صابلي، انا زينتها بهذا الشكل هذا عجبني وبغيت نزينها بهذا الشكل، نتمنى تعجبكم. هادي الليمون عملت لها الكلاصاج توا بالليمون والصبيغه العفو الصبيغه الصفراء، زينتها هيدا بشويه د الشوكولات غير رشيت وصافي. هادي ديال الكاكاو عملت لها بيستاتشو، ومن داخل كامل لصقتهم بالكراميل، عملت لها بيستاتشو، عملت لها شويه د الشوكولات شط من رافينو وعملت سويله وصافي. بغيت زعما باش ما تبقاش خاويه قلت صار نعمل لها هكذا. سهله الحليوه عاديه الحمد لله، وبالحق كتجي مزيونه وكتجي لذيذه وبنينه وهشيشه، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله يا ربي العالمين.
وما تنساوش تسندوني وتشجعوني وتعملوا جيم وتشاركوا معنا، ونتمنى على ربي ان شاء الله يعجبكم الشيوات ديالي وفي شيوات ام سليمان اللي ما جاي ان شاء الله، وعواشركم مبروكه والله يدخل علينا العيد بالصحه والعافيه احنا وجميع الامه. ونتمنى اخوتي المسلمين في مكان يكونوا مزيانين ان شاء الله وبالصحه والعافيه كل شيء اللي مزيان ان شاء الله يا ربي نكونوا كاملين مزيانين. وبيسيتون الحبايب وما تنسوناش عواشركم مبروكه وشكرا بزاف.